أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أنا مقيم ومديون بمبلغ كبير من المال، وأنا الآن جاري في السداد وأريد الحج، هل يجوز للذي عليه دين أن يحج؟ إذا كان عنده مال يسدد الدين ويغطي نفقة الحج فإنه يحج، أما إذا كان ماله لا يتسع إلا لسداد الدين فإنه لا يحج، يبدأ بالدين. نعم.